بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا ربي يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن اللحمة بالبصل، بس مش اي بصل، لا ده البصل القوارمة. بصوا زي السكر ازاي وزي العسل، حلو جدا جدا، والطعم والريحة حكاية. بصوا جميلة ازاي ما شاء الله، واللحمة عاملة زي الزبدة. يلا بقى نشوف عملناها ازاي ومقاديرنا ايه، وهكتبها لكم في صندوق الوصف. بسم الله، اول حاجة بحط معلقة سمنة، تمام، عشان نعمل احلى لحمة بالبصل القوارمة. تمام يا حبايبي، هسخن بس كده السمنة. بسم الله ما شاء الله، هنزل كده بقطع اللحم. بسم الله بسم الله، اديها صدمة. انا معايا كيلو لحمة وكيلو بصل قوارمة، هكتب لك كل المقادير في صندوق الوصف عشان ما اطولش عليك. بسم الله ما شاء الله، تبقى حلوة جدا، بيبقى طاجن جميل جدا، هننقله كده في طاجن، تبقى حلوة قوي. حاجة هايلة كده، ايه، تشرفت في العزايم. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، تشوح كده بقى، تنزل ميتها، تخليها تشرب ميتها تاني. وطبعا لازم لازم تكون مجهزة مية سخنة، كاتل بقى تحطي مثلا براد على النار، بس لازم ما تزوديهاش الا ميه صافيه. بصوا حبايب قلبي، هي كده نزلت الميه بتاعتها، تمام، لازم اسيبها بقى لما تشرب الميه بتاعتها خالص وتاخد لون، نكملها سوا. بسم الله، بصوا كده اللحمه خدت لون ازاي، بقت جميله جدا، بس طبعا لسه نيه. هعمل ايه بقى؟ هنزل بمية سخنة، لازم لازم تكون سخنة. بسم الله بسم الله ما شاء الله، عشان تكمل سواها وتاخد اللون. لو مية باردة مش سخنة فاللحمة ابدا عمرها ما هتستوي. اول كده ما تاخد غلوة، والتانية هننزل عليها بقى بالبصل وفصين ثوم، ونشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. بسم الله، دلوقتي اول ما اللحمه بتاعتي خدت لون، وطبعا بزودها شويه بشويه ميه سخنه، هنزل بالبصل القوارمة بتاعي وفصين ثوم، ثوم مفروم طبعا. بسم الله، علشان برضو ياخد له غلوه كده قبل ما احطه في الطاجن. حلو جدا يا بنات، ناخد غلوه بقى كده ونكمله سوا، ونزودها كمان ميه سخنه. بسم الله، دلوقتي كده البصل اهو ابتدى يدبل، هنزل بطماطمايه وفلفلايه، تمام، غلوه بس كده، وايه، ونحطها بقى في الطاجن عشان تاخد ايه طعم الطاجن كده. سبحان الله، الطواجن كده بيبقى ليها ريحة وطعم مميز، سبحان الله. يعني شوف البصل جميل ازاي، البصل ده بيبقى زي العسل. بسم الله، دلوقتي ما تحطيش الملح الا لما تلاقي اللحمة قربت على السوا. انا دلوقتي معايا ملح وفلفل اسمر وبهارات وطبعا قرفة وجنزبيل، تمام. بسم الله ما شاء الله، حط الحاجة دي على الاخر تكون احسن عشان التوابل ما تمررش مع الغليان والكلام ده، والملح علشان اللحمة تستوي، تمام. حطها بقى دلوقتي ايه في الطاجن.
بسم الله. دلوقتي خلاص فضيته بقى في الطاجن، نحطه بقى في الفرن ياخد وش كده ولون وياخد الطعم بتاع الطاجن ونطلعه. بسم الله. وكده خلصنا مع بعض الطاجن بعد ما طلع من الفرن. بصوا طعمه وريحته حكاية، يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بصي اللحمة عاملة زي الزبدة، تمام، استوت جدا جدا. ولا البصل، بصي عامل ازاي البصل الصغنطط ده، جميل جدا. بصوا زي السكر، تحس كده ان هو عامل زي العسل. يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وكومنتاتكم الحلوة. وعيد سعيد عليكم يا رب. يلا باي باي.